FM. الكلمة ليك. نحكيو على هذايا التنجيم والعرافة والشعوذة والسحر. هما برشا مسميات مختلفين على بعضهم. اي مختلفين اكيد. مختلفين في التسميات، مختلفين حتى في المهنة وفي الناس اللي تزاول ولا تمارس الأنشطة هذه. وعبر التاريخ كانت في وقت معين كانت مهن ترتزق منها فئة كبيرة. الكهنة كانت مهنة ومحترمة ياسر في برشا ديانات وفي برشا حضارات، وكان عندها الوزن في حكم رجل السياسة وفي حكم في الأمير وفي حكم الملك وفي حكم حتى اللي في وقت معين في حكم فرعون وفي حكم ملوك اللي امتدت الحضارة متاعهم والثقافة متاعهم والغزو اللي قاموا به. كانوا ديما كيف يتنقلوا بالطاقم نتاع السحرة متاعهم وبالطاقم نتاع المشعوذين متاعهم. ونحن بحكم ننتمي للحضارة العربية الإسلامية كيف معناتها ما خلتش الحضارة العربية الإسلامية من الطواقم هذية ومن المهن هذية ومن الفئات هذم اللي كان عندهم تأثير على العديد من الساسة بالأخص. الحضارة العربية الإسلامية كانت فما المنجمين هذوما بالطبيعة منجمين كانوا موجودين، عرفتهم الثقافات الكل والحضارات الكل على مر السنين عرفت الظاهرة متاع المنجمين. حتى إلى الآن العديد من الساسة والعديد من قادة الدول العربية وقادة الدول في إفريقيا، ما ننساوش اللي نحن زادنا ننتميه للقارة الإفريقية اللي تسمى قارة شيء. السحر تسمى أصلا، هي تسمى من المسميات متاحة في وقت معين قارة السحر، لأنه تكثر فيها الممارسات الاجتماعية والممارسات الثقافية اللي هي بعيدة ياسر على عدم التوازن النفسي، ولا بعيدة ياسر على كل ما هو ساعات نحن نمشيه أكثر اللي يمشي معناتها للعراف ولا يمشي للمنجم هو غير متوازن نفسيا، وهذا ما هوش صحيح وما عندوش حتى علاقة. الكلمة ليك.